والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتناول في هذه الليلة موضوع يتمثل في غذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يرى علم الحديث أهمية هذا الغذاء. سأبدأ مباشرة في الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما يأكل قوما من خشن الطعام، وكذلك من مستنده خشن الطعام أسوة بالمعسرين وهم الأكثرية الفقراء، وأيضا الموسرين وهم الأقلية من الأغنياء. مش نتحدث على بعض الوجبات فقط اللي كان يتناولها الرسول صلى الله عليه وسلم. العسل، شراب العسل، احنا وقلنا ناخذ العسل، وقلنا ناخذ ملعقة من العسل وناخذها مباشرة. الرسول كان يأخذ ملعقة من عسل النحل، طبعا عسل النحل ما هوش عسل بتاعنا اللي نعرفه احنا اللي يتباع في المدينة، لا، عسل اللي قال عليه في القرآن اسمه وأوحى ربك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرشون، ثم قولي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. عسل الجبال حيث توجد النباتات الطبية، الزعتر والنجلين والشنبورة والمروبيا والشيح، كل النباتات نبات الجبال، وكذلك الكلاتيوس كله، وحيث لا يكون هناك تلوث، وحيث يتغذى النحل أو يأخذ النحل رحيق الأسهل الطبيعية، ما نعطيهوش سكر، سكر القهوة الدائمة، وقت اللي مثلا مثلا باش أزهار مش يعطيه أغنية، يعطيه مادة سكر، يولي معقول إحنا ناكل السكر ما ناكلوش حتى في العسل. إذا يأخذ ملعقة كبيرة من عسل النحل، ثم يذيبها في كأس بهيمة تقريبا 200 ملي لتر، كوب كبير من الماء، يذيبها حتى مع حتى الذوبان كامل، يحركها حتى الذوبان كامل. طبعا في هذه الحالة العلماء مع الغرب والغربة وغيرها يقول لك إذابة السكر في الماء تكسب الماء، خصائص السكر إذابة العسل في الماء تكسب الماء خصائص العسل في إنتاج الطعام. ولذلك تو قاعدين يعالجوا باش يعالجوا بالطاقه عن طريق الماء، يعالجوا بالماء اللي هو يكتسب طاقه بحيث يكون جزيئات العسل وجزيئات الماء هي واحده نفس الشيء. بس اذا ملء ملعقه كبيره من عسل النحل نضعها في كوب به ماء 200 ملل تقريبا مع التقليل حتى الذوبان، مع التقليل حتى الذوبان تحريك معنا الكامل العسل في الماء ويكون تحريكها حتى الذوبان كامل. ايش هي
شغل العلماء. قلنا بأن شراب العسل يعمل على التنبيه الكامل للجهاز الهضمي ابتداء من الفم حتى المعدة. تنبيه كامل. والعسل شوفي ما في مادة سكرية، والمادة السكرية وقت اللي تتأكسد في الجسم الاحتراق مع الجسم الاحتراق بدون دهن ايش تعطي؟ تعطي طاقة. ما لا بحاجة للطاقة على المادة السكرية هي تخزن الطاقة يعني. وقت تكسرها تتحرك الطاقة في جسمك. وبالتالي تكسر كل ما وصلته هذه المادة السكرية في الجهاز الهضمي تكسر الطاقة. إذا شراب العسل يعمل التنبيه الكامل للجهاز الهضمي ابتداء من الفم إلى المعدة. كذلك أيضا الحصول على كمية كافية من الطاقة اللازمة لبدء النشاط اليومي مع الأملاح والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم. لأن العسل فيه معدة مش فقط سكرية، لا، فيه فيتامينات، فيه أملاح معدنية، فيه ألياف، فيه كل شيء معدني. غني بحاجة ثانية، في انزيمات. باش في الآية القرآنية واسلك الجسم ولا ربك بدون له اسلك، ايش معنى؟ تمشي من أماكن الأزهار إلى 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 الخلية. وقت اللي ترجع الخلية من الخلية تضع العسل في فوق لسانها فمتاحه وفمه مفتوح. ايش يولي؟ يولي هكذا الرحيق يتعرض، ليش؟ يتعرض لضوء الشمس وهي الطاقة الكبرى في الضوء. لولا الضوء ما كانت لتحيق. لأنه بالضوء النبات يستطيع أن يفكك الماء إلى هيدروجين أكسجين. ما تمرش ضوء ما يصيرش كذلك. أو شوف الضوء مش يخرج في العسل. ثم الاكسجين وهي الهواء شو يدخل في العسل؟ ما العسل ايش هي؟ هي مدخرة غذائية تشمل ثلاثة عناصر، راح يكون أزهر المادة السكرية، اثنين الطاقة الضوئية، وثلاثة الأكسجين، ثلاثة عناصر، هذا العسل الطبيعي. ما هوش ملون هذا الأول. إذا كان ياكلوا العسل هو مش ملون. لأنه ما ثماش وقت مصانع، ما ثماش سيارات، ما ثماش شيء. هذا يقول لي معناتها ينفع بالفعل. كيف ناخذ تركيب عسل؟ اش نلقاو فيه؟ نلقاو فيه 41% فيه 16.9% ماء. هذا على جيب. سكر فواكه، هذا السكر الفواكه نسميه فريتوز بالفرنساوي. فريتوز. السكر ده مباشر السكر فيها 40 كسر. وهو أحلى من سكر المصدر. مؤشر السكر بتاعه ايه؟ وبالتالي يستطيع الشخص المصاب بالداء السكري ما عدا ياكل الفريكتوز ويوجد في الغله في التفاح. هذاك علاش ما نمشيش نقول له يكون التفاح ولا اثنين في النهار ما يصيرش. فهمت كيف؟ فريكتوز سكر فوق قد ايش تم في العسل؟ العسل الطبيعي قد ايش؟ تم 41% اعلى نسبه 41% من الفريكتوز. هذا يقولوا لي بعدين وربما مش قوي انتم احنا انا ما نلبس سكر مش في خلال لكن العسل. ها؟ اي طبعا 100 جرام مثلا 41% سكر معنا الجلوكوز هذا معك اللي يعطيهم الزريقه المريض يعطيه الجلوكوز لان كل النشويات والسكريات الثنائيه تتحول في الجسم بتاعنا الى سكريات احاديه بعد الهضم وهي الجلوكوز والفركتوز. هذا يقول تاكل مسلسل تاكل نشا تاكل اي حاجه تاكل اي حاجه تاكل خبز مثلا تاكل حاجه حلوه وغلى الكل تتحول في نهايه الامر لكن النشويات كلها تتحول الى جلوكوز والى فركتوز. واحد من الاثنين مع بعض. واحد معناتها في العسل والنشويات
41% سكر، فوالده الجوز والكليات الكويسه ما تمشي حتى ضرب من الدم السكري تمام. واحلى من قصب السكر اللي انا مش موجودين قهوه جدا. سكر العنب يجي في المرتبه الثانيه 34%. سكر القصب اللي هو احنا لو بعدين مش هنحكوا عليه شويه مش هنعرفوا رحنا يعني بعدين نشيل في خط المهوشه سليم الكل في الاستعمال اللي هي السكر هذا. سكر القصب 5% جبرتي في العسل كمان. ولكن الواحد مش شايف ايش ياخذ عسل بالحب. يمكن ياخذ غرفه واحده كطول هكا نعمل واحده ياخذ غرفه ونرميها في المعده. يولي تركيزها قوي جدا. تقول هنا تسحب الماء بعد ما تدخل اولا انت نشطت كل المعده فقط ولا ما عم تثبتش زائد ما وصلناش حتى تقعد فتره في المعده. بينما في شراب العسل وصل الماء يمشي منين؟ يمشي من الفم الى المعده الى النبع الطب بحيث يلبى الكل ويعطي الطاقه للكل. ثم احماض امينيه وبروتينات نسبه 0.6% في جسد، وكذلك انزيمات ومعادن وفيتامينات، وخاصه فيتامين ا هو فيتامين نمو، وفيتامين د اللي هو ضد الاكتساح ضد معدل مرونه العظام الى اخره، هشاشه العظام كلها نقص فيتامين د. أهم الأملاح المعدنية هو ما نعود إلى بعد إذا شرب العسل يعمل عن كمية كامل من الجهاز الهضمي وامتداد من الفم إلى ثم أيضا الحصول على كمية كافية من الطاقة اللازمة لبدء النشاط اليومي. مع الأملاح والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، هذه الطاقة اللي يعطيها لنا في جسمنا نخزنها احنا في مرتب يسمى الاتيبي، الذي يتم عن الادينوزين ثلاثي الفوسفات. خزنها في مرتب يسمى الاتيبي، وكل مره نستهلك من هالمرتب هذه الطاقه هون احنا مش نحكي عن الغذاء. وين نحكي عن الغذاء؟ مثلا وجبه الصباح، وجبه نصف النهار، وين؟ الغذاء يوفر لك ثلاث حاجات اساسيه مهمة جدا. أولا طاقة، يعطينا طاقة في الجسم نبدأ، وبدون طاقة ما تمش حياة، بدون طاقة ما تمش حياة. أنت بدون ما تقوم بالسرير وتنقط الشعر تبعي تبدأ الطاقة، تبدأ على طول عيني تقول لك هاي كانت هذا الجلوكوز فهمت. وقت اللي في رمضان مثلا نتسحر ولا حين ما نسحروش مثلا في العشية ما فيش تلقاه تلقاه دايخ عادي انتظر لك تلقاه مثلا 100 درجة باش وقتاش يصير المغرب وهو على طول. علاش؟ على خاطر الدماغ يطلب الجلوكوز ما يبقاش. لو كان يقع الدماغ يطلب الجلوكوز 6 دقائق قبل ما ينسحر وما يلقاش. مالا؟ وجه ربي احنا ديما عندنا الجلوكوز مخزن على شكل الهيدروجين موجود في الكبدة يتحير ويمشي لأن الدماغ والقلب والكلاوي هي أعضاء سيادية ما يزيدهاش القلب مدة طويلة والكبد أيضا وخاصة الدماغ. وترى ساعة ساعة واحد يتيح بالسكر وهو ماشي في الدنيا يغمى عليه. قال الناس يقولوا بيه هذا كويس ما كذا ما فيش كاس الماء لابد من السكر يكون فيه طبع سكر على الاقل مش باش تقضي ما كانش يعرف يمشي فيها بعد بضع دقائق تقول اذا كان انت علاش تو في الفتره هذه مثلا بالنسبه لاعمارنا هنا يلزمنا ان يكون عندنا طبع سكر في جيبنا طبع سكر لا قدر الله تصير حاجه كنا عندنا في المدارس تصير راهو مش لازم تروح تقول لي تصير راهو تو من تقريبا شهرين
على طريق عندنا إمام في دكتور شاب ممتاز ممتاز جدا جدا، وهو في أثناء الخطبة الأولى في الدعاء وبدأ بعد بسيط الكلمة إلى آخره، وقعدت شاب قعدت في المدرسة جدا طاح بسرعة طاح بسرعة نتيجة الذهاب كذا طاح بسرعة الشيء ده هو مش مهم معايا الشيء عملته انا كان عندي طبعا سبب وجيه مشيت نزل في سحب اللي هو في الماء وشرب ودخلت شويه في المكسوره قعدت في الوجيه درجين وبعدين خرج تم الخطه الثانيه طبعا تم الخطه الثانيه شفت بقيت طبعا سبب هذا تم الخطه الثانيه وصل بماء نقي لأنه مش لازم ما فيها شويه تعب هل تصير أي واحد؟ ما قلش متى واحد عنده مع يعني عنده سكر ولا ما عنده سكر ولا ما عنده لا الإرهاب يجي من هوا السكر. ما الشخص اللي في رمضان يوصل في المساء وتلقاه مثلا جيب في الدوخة وجيب وجيب رأس لأنه نقص السكر هذاك. ما لا يشتغل الطعام مش مفرن مفرن الطعام يحتاج الجسم الى طاقه بدون طاقه ما تنماش نتيجه انت مش لا تتحرك لا تحب عيني لا تتكلم مع احد حاجه وهو مع التنفس ايش معنى شو هو التنفس هو التنفس هو تقليل واحد في الابتدائي ايش يقولوا اخر دخول هواء وخروج هواء يسير في السنه الاولى يجيب سنه ثانيه قلنا ماذا يحتوي الهواء؟ قلنا لي مثلا على الاكسجين يعني يدخل اكسجين يدخل اكسجين ويخرج ماذا؟ مع الهواء لان اكسيد الكربون كيفاش نتعرف بان فيه كربون؟ نفهم الاكسجين هواء الزفير يعطل الاكسجين في السيمول ثاني السيمول امشي شويه في الاعداد اين يذهب الاكسجين؟ من اين ياتي اكسيد الكربون؟ اذا الاكسجين يمشي مع الدم وين ماشي يمشي؟ ماشي في الخلايا. ماشي الاكسد مع يتحد مع الاكسجين، اول اكسجين الهواء. ماشي يتحد الجلوكوز مع الاكسجين ويتكون الطاقة. ويتكون الطاقة. والطاقة مع تتكون حسب نشاط الغدي. مثلا عامل مرمى يخدم في الشمس وكذا وخير يقيم في صدر الضرب يقيم في صدر الضرب هذا تخرج من تي فطور اشقر وحمص ما تذكر تضحك عليه علاش؟ على خاطر هو صرف كميه كبيره من الطاقه في العمل نتاعو اعطيه نفس الكميه هذيك اذا تحب تفطر هذاك يلزمه اشقر وحمص كبيره ويلزمه خبزه ويلزمه كل شيء باش على الاقل يرجع هذاك الشيء اللي صرفه تصرف الطاقة تصور انت تلميذ في المدرسة ما يبقاش يحضر الصباح والمعلم مش يعطيه مع التمرين في الحساب ما يفهمش منها حاجة مش فاهم لذلك وفرنا الطاقة والطاقة اللي حصل عليها تناول السكريات والدهنيات والمعجنات الجرام الواحد من المادة الدهنية يعطي 9000 حريقة جرام الواحد هذاك علاش في الصيف مش مشكلة في المادة الدهنية تمش الواحد ممكن ياكل سلطة في الصيف علاش خاطر جوز مسكوب عنده لأن مش الطاقة باش نعمل فقط لا حرارة جسمه شكون عندنا حرارة جسمه 37 إذا تصاب الحرارة 35 فهو ميت. وإذا تطلع فوق ال 42 يموت. في محل معين. ولذلك توفير الطاقة للجسم عن طريق الأغذية الدهنية وكذلك أيضا النشويات والسكريات. السكريات الجرام الواحد يعطي 4000
وقتاش يستعملوه؟ أربع حلقات صار. وقت اللي الشخص هذا ما عادش يجي ياكل حتى شيء. جسمه ما عادش ياكل. آخر مرحلة مراحل السرطان. اللي قال مصاب بالسرطان ما عادش ياكل حتى شيء. إيش هو اللي ياكل؟ باش ياكل طبعا باش ياكل بتاع يخرج من ال هو اللي ياكل الخلايا بتاعه. يولي يحطم الخلايا بتاعه. إيش يولي؟ يولي؟ سكلت. طيب سكلت. لأنه معاشر بالحظ الأخر معاشر بحق ولذلك الثلاثة هذوما يعطيهم طاقة أو اللي كانت معناها السكريات الدهنية كذلك أيضا السكريات الدهنية هي اللي تعطي الكمية الكبيرة لكن ما نلتجموش الزلاليات إلا إذا كنا معناها في خطر فما حتى هذا باش الدماغ يستمر تعمل باش القلب يستمر تعمل الغاية الثانية أو الشيء الثاني هو هي البروتينات. البروتينات تشيل الغدد بتاعها ولا بلحم عليها هي تفيد في بناء الجسم. دعم على بناء الجسم. تعرفوا في الدقيقة الواحدة تموت 100 مليون خلية. وتتعوض ال 100 مليون خلية باش تعوضها؟ بالغدد. تعوضها بالغدد. 100 مليون خلية هذا بالنسبة للكهرباء. شوف النمو كيف هو بالنسبة للخط بتاع النمو أو يبدأ بالصغير وطلع وبعدين يجي الكهف أو كيتوزي وبعدين الشيء حتى ما بيزول يبدأ من الحياة ويبدأ ماذا بالقمة بحيث الطفل يفقد 80 يعوض 100 أو عنده 10 أو زيه طلع حتى الشاب والكهرباء يفقد 100 عوض 100 يفقد 100 عوض 100 وثم خلايا ما تعوضش هي خلايا الجهاز العصبي ما تعوضش يكفي باش نحكي على المعلم على خلينا نخلي المعلم معلم يخوف التنوين فهمت راهو يفقد معناتها آلاف الخلايا العصبية ما تتعوضش ولا مثلا واحد يقف في وراء باب وكذا ويتعلم من صغير يرجعوا كلف هذيك يفقد فيها الاف الخلايا العصبيه ما تخافوش صغار ما تخافوهمش قبل كانوا يخافونا احنا احنا صغار ترى ولا لان في كل فشع تموت خلايا كميات كبيره خاطر الخلايا العصبيه ولا تعوض وعلاش ما نرجعوا علاش الشخص المشهور بالبرج اذا كان مثلا نخاع شوكي مقطوع ولا حاجه تقيل برج علاش على خاطر الخلايا ما تعوضش ما تتلمش ما يتلمش النخاع شوكي يبقى ديما مقطوع بينما لو كان كسر العظم لا تلقى يكون عظم جديد كون بدا جديد مش حتى مشكله اي خليه حتى في العضله يمكن يتلم لكن في العظام لا الشعر ولا في
كذلك المثل مثل حال أشوف من بيت كله على شخص إيه مرتبة ممدوح. وثبت مادة المغنيسيوم. المغنيسيوم هذا يبدأ توصل ضد السرطان. ولذلك مش نقاوم. نقاوم الأشخاص اللي والناس اللي تعيش في مناطق الواحات أقل عرضة للإصابة بالسرطان. نتيجة ماذا؟ لأنهم يأكلون الدم باستمرار. ليلا ونهارا دون سنة. حتى السكر ما يعتبروش. يعني دي ما يمشي هو سكر مش طيب دي يمشي على امشي قلب الرجل فبدي احسن امشي ولا فلاح نخرج شويه كذا الارض واحد في جرد يجي معك مش احلى العسل يفيد في تنظيم حركه التنفس وخاصه المصابين بامراض الصدر عنده وجع في صدره كذا نعطيه غير العسل ترى ما عادش نعطيه نعطيه الماء محلول في العسل مش الماء وبرا هذا كان الماء يقول لي هو نفسه كله كانه كله عسل يعطيه الضعف بشكل كبير هون ايضا تحتوي وسيش الطفل عند الولاده بعد على كميه من الحديد قد تشتك فيه كذا أشهر وطفل هذا اللي كان يطلع من أمه حليب الأم ما فيش حديد حليب الأم ما فيش حديد ما لم يمشي ياخذ الحديد بعدين تعرف هو الحديد العنصر الأساسي في تكوين الكريات الحمراء ولا الحديد هو العنصر الأساسي في تكوين الكريات الحمراء هيموجلوبين بروتين فيه الحديد حديد باللاتان جلوبين بروتين هيموجلوبين خضاب الدم ايش نعمله يا ليه وقت مثل مش حديد عند الام هو يرجع بالام في الرابع عشر نبدا نعطيه بعد الفجر لكن في الرابع عشر في الدقيقه الرابع عشر نعطيه منع من العسل علاش؟ لأنه غني بالحديد. لأنه غني بالحديد. ولا نعطيه شراب العسل، لكن لا أي حاجة مخصوصة العسل. تفضل. في الدبوسة بتاعتك أعطيهم مثلا شراب العسل. العسل يمشي تقول له أعطيه الحديد. يقعد هذه الفترة هذيك حتى يتصل. ما عادش يولي على بعدين ياكل برشا أرضية اللي فيها الحديد. ديما نغطي الحمراء هي اللي فيها الحديد. التمر مثلا الفريز التفاح الاحمر كل ده في الحديد ايوه مش مقدر يقول لهم ان علماء التغذيه في اوروبا ياخذون الماء ويسيبونه طاقه لذا اطلق عليه اسم العلاج بالماء يعالج الماء والرسول صلى الله عليه وسلم لما ما كانش يعرف الحاجات دي ولكن هو فعل طبعا الرسول لا يتبع عن الهوى ولا اي وما اتاكم الرسول فخذوه ما غير نقاش يكسبونه الطاقه لذا اطلق عليه اسم العلاج بالماء العلاج بالماء ولا لأن الماء يكتسب خواص ما يضاف إليه من مواد بعد التوابل وما زال الطب الحديث يبحث عن أسرار هذا الغذاء الذي كان يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلا شك أحد أسرار الإعجاز الإلهي التي اصطفى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى وجبة الضحى. وجبة الضحى الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عشوة عشوة هو تمر المدينة تمر مكة اللي هم طول الحجاج وراهم مثلا مش فرق بينهم بين تمر كيف نفس التركيب التمر هي نفسها
الأبهات اللي في المدينة هذيك عجوة معاك سميوه أو أكحل ياسر شوية فيه تكاميش وأقصر أقصر من الدبلة بتاعك أيوة صغير من تصبح بسبع دمرات عجوة لا يصيب في هذا اليوم سم ولا سحر هذا قال رسول الله في شهر من تصبح نياب سبع دمرات في الصبح ما يتصابش بالسم لا تسمم ولا سحر من تصبح بسبع دمرات عجوة لا يصيب في هذا اليوم سم ولا سحر طبعاً هذه ما لما بعض العلماء وقت يسمعوا الرسول ما مش فاهمين معنى يسمعوا الرسول في حديث هذا يقول لي والله بلش بلا القهوة في قرى نفسه ما هوش هذا سيدي عالم يهودي هاي ما هوش مش تبع الدين الإسلام عالم يهودي اسمه أندلوي حب يطبق بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ مجموعة من العمال يعملون في ملاجم الرصاص وتعرفوا اللي يعملوا في ملاجم الرصاص تسمم كبير جدا أيوة. الجسم بدرجة أنه في نهاية الأمر بعد الخدمة بتاعهم كذا يتصابوا بفشل كلوي أيوة. هذا أبسط حاجة إذا لم ينتج معنا تسمم كبير جدا بالنسبة للرصاص اختار شنو؟ اختار بعد اكثر واحد يعمل تسمم. هو اللي هو نجم الرصاص. هذا كما نقول بعد مجموعة كل 10 أشخاص وكان يعطيهم يوميا 7 تمرات. 7 تمرات هو في الحقيقة باش ياكل التمرة هو يغمسها في الحليب الرائب وأن في اللبن. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتم نقع المشرق بعد ايام يفعل يتم نقع 7 تمرات في كوب من الحليب الرائب او اللبن اللبن عندنا في الشرق والغرب مش اللبن بتاعنا خضر يجيبوا له فسحه ها؟ خضر معناتها قوه اكبر من اللبن وتؤخذ في وقت الضحى عليه تغمس 7 تمرات وتؤكل في وقت الضحى نفس الشيء التمر باللبن ياكلوا كل يوم كل واحد ياكل 7 تمرات اصبح اصبح لاحظ بعد شهر فهمت ان هؤلاء الاشخاص لم يصابوا باي تسمم هو كان يحب الدماء من حد اخر اما حب ثم شركه من بين هذا الشركه يقول ثم موازين يرتفع وقت اللي يرتفع التسمم بشيء فهمت وقت اللي يقل التمرات يصاب بالسم هذا الوظيفه اللي يصاب يولي الشخص ما عنده حد شيء فتره مثلا شعر وكان يحل دماءهم يوميا ولكن في نهايه الامر في بعد شهر ما يلقاش حتى اثر التسمم عند ذلك لما طبعا تبين له سر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعمل اسلامه وهو الان مسلم وطبعا كان اسلامه بعد باقتناع تام مش ربما مش اقتناع يحتوي التمر على عديد من المعدنية مثل الحديد والمنيزيوم والفوسفور والكالسيوم شفتوا منيزيوم هذا منيزيوم هو ضد المصير وضد السموم لا موجود في الموز بشكل كبير اما في نشاية اشتري عنده سوى اشتري حشقوله فيه اشتريه من الكعب شريح من الكعب خارب مالك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشريح مجموع احنا كبير ما نعمل نعوله منه احنا هنا بنتين كل ما من
هدية الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه فوائد كبيرة كبيرة يا سيدي. سورة وتين وزيتون. أنا مرة دخلت على الإنترنت نحب على مرض الزهايمر. قلت له مرض الزهايمر مش قال لي في الإنترنت؟ قال لي وتين وزيتون وتقول لسيدنا مع كاسية الزيتون يعالج الزهايمر مرض الزهايمر. وتين وزيتون من الآيات يعني بدين وزيتون ما لديكم تعملوا حتى تبقى طوف الزيت واحد خلي يرقب الزيت يرقدوه في يشبع بزيت في تناكر في غاية ولا مفروض جدا ثم أن تمر فيه مع سكريات وحديد تدخل طول الدم. ما علاش نفطر هنا؟ نفطر على الدم. مش هذا المرض قالوا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الدم. فهمت؟ علاش نفطر على الدم؟ على خاطر بمجرد ما نأكل بعدين مرة ولا ثلاثة على هذا الأخير يدخل السكر والجلوكوز والفريكتوز الاثنين مع بعض. وين يمشيوا؟ يمشيوا بعد تقريبا ست دقائق يمشوا للدم. لو كانت هذيك المبنيه تفطر على الدواء ايش يصير؟ تقعد اربع ساعات في المعده. وقتاش مش يصير الدماغ؟ وقتاش مش يصير السكر؟ بعد اربع ساعات هو ده يخرج الشخص اللي مات. وبالتالي الافطار على الدواء هو معناتها هام جدا بالنسبه للصحه بتاعنا. وقت اللي ناكل قاعدين نبرد تبرش في الجلوكوز والفركتوز يدخلوا طول الدم يتعذب على المعدة طول ويتعذب بعدين على المعدة يتم امتصاص الامتصاص في الأبعاد اللي فيه وصل للمعة ويطلع طول الدماغ. هيك علاش الشخص اللي ياكل قاعدين البر يقوم يصلي بعد عشان بعد فترة يلقى روحه في الوقت اللي يرفع مش عارف يتمرن الجلوكوز. الجلوكوز مش يوصل لمركز الشبع في الدماغ. ثم عندنا مركز يسمى مركز الشبع في الدماغ. وقت اللي يوصل لمركز الشبع في الدماغ ايش يصير؟ ينبهوا يقول له الدماغ سيد نقص عليه قنعت مش قنعت. وقت اللي يقعد على الطاوله بعد الصلاه تلقاه ياكل بدون نهم مش بنهم شو بنهم في عقله أو نحبه غريب خذ التبرد وقوم صلي ويوصل لمركز الشبع أكبر قنعت حتى تقعد على المعدة ما تقعدش بشكل من هم كبير وتبدا من هم في الهول البارد 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 هذا كان المكان ما كانش يتمرع لك لأنه ما وصلوش مازال ديما يطلب هات إذا أم نحن لازم نحمل من التسمم وقد تكون هذه المادة السبب في قلة إصابة سكان الصحراء والواحات بالسرطان لأنهم يأكلون التمر بسرعة. ليه من النهار بدون حفنة في جيبه إذا ما شفت وإذا كان مشان الواحد يأكل من النخلة الطب. كذلك أيضا يقوي التمر نشاط الأعصاب ويمنع شلالها لوجود فيتامين بي 1 وبي 2 يحسن التمر أداء الحواس وخاصة السمع والبصر والتذوق والشم لأنه في فيتامين أ يحسن الحواس كلها يقول الواحد يرى بالله. كذلك أيضا يمنع تقصف الشعر وتشقق الجلد وتكسر الأظافر بغلاف مال فيتامين ثم آية يحكم عليها دواء الرب يقول باش بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سدرا رزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ما قالش يؤمنون هم مؤمنين لكن عم شعرهم
كيف هي ناحية التمر هذاك يحوله إلى مسكر هذا ما عندوش عقل ربي أعطاه له تماما ما أنت حولته فهمت أبو شوف إن في ذلك لآية لقوم يعقلون بل ومن ثمرات النخيل والأعناب العنب يدر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في رزق حسنا إن في ذلك الآية لقوم يعقلون إحنا ربي أعطانا زكاة الخير أعطانا قصب السكر وأعطانا نفط السكر باش نحكم كما هما جينا خرجنا من عملنا عملناه باش كذا خرجنا من المشروع خرجنا من عملنا السكر الأصلي لون شو لون؟ لون أحمر في فيتامينات في نباتات معدنية في كذلك الألياف في كل شيء إيش قالوا الناس بعدين؟ إيش عملوا؟ قالوا والله أحمر هذا مش مضر فهمت؟ جاب عملوا مادة هيدروكسيد الكالسيوم وهي مادة كيميائية ونحاروا الأحماض والأملاح والفيتامينات وكل شيء جلدوا كل شيء ثم قالوا دون الدواء قد احمر ما يعجبش اي عملوا ماده ديال سنتيمبريد عملوا ماده ديال سنتيمبريد ثاني سنتيمبريد حولوه الى لون ابيض اذا اصبح خارج عن الميزان الالهي عملها ما عادش يصبح حسن السكر اللي ناكلوه ما عادش يصبح حسن ايوه كل شيء نحوه كل شيء نحوه منه إذا إيش أصبح؟ هو المسبب لمرض السكر. الدرجة الأولى. هو الذي يسبب عفونة الفم. وقت يقع في الفم كذلك راح الفم تولي نتيجة شوية. كذلك أيضا هو الذي يتحول إلى حمض الدم ويسبب نحر الأسنان. عرفت ليش؟ نحر الأسنان. لأنه مش مرض أحسن. يعني احنا بدينا بدنا ما كانش شكل طبيعي تو مش ما يحب شيء هذا الطريق من هذا ال ما تلقاها غلط ليش ما تمشي ثم ناس ممكن يقعد يقول عقب أنا من السوق لأن هذا درس حسن بعد نجي نقول الغداء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الغداء معناتها فطور بتاع نصف بتاع مصطنع الرسول صلى الله عليه وسلم غداه بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر فهمت غداه والعشاء بتاعه بعد الوتر قبل ان يقوم للتهجد شوف وهو بشر الجنة الصلوات هي الأولى ماشي احنا نقول ما يسمع طعام الغداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناوله بالكسرة خبز الشعير مع ملعقة من زيت الزيتون مع قطرات من خل التفاح خل التفاح من الخل لكن احنا استانس بيش بخل التفاح احسن حاجة مش عاملين احنا وقت اليوم برضو واحد نخليه فوق من اي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واحد خلف شيء عظيم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله في الخلق فانه كان الاداء تنبيا اداء اداء معك هذا التعطيل نكهه نكهه بتاعك يخلي يكل معك الميدان بتاع الشعر وقال ايضا ما اكثر بيت فيه خل حديث متفق عليه ما اكثر بيت فيه خل القهوه شنو؟ فقط ها؟ فقط ما عادش عنده حتى شيء شيء فقط فقط ما اكثر بيت فيه خل
زي المسالين احنا خدنا فعلا افضل حاجه فيها اي مقبول هذا تقدير يعني انواع كثيره فيه ايه خد خلي التفاح يجيبها شنو هو اللي يسمع تاني خد خلي التفاح خد 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 التفاح لا ما فيش فينا ما فيش الكل ده الكل مش عارف فيها لكن وقت اللي وقت اللي نحب الكل من بعد العلم يطلع يبقى شغل يبقى خد في شيء كل ده ما هوش مستمر لا ها في شيء كل طبعا هنيا يقاوم زيت الزيتون في حديث عن صلى الله عليه وسلم قال لك انتدموا بزيت الزيتون فانه من شجره مباركه وقال له ايضا كما حديث اخر او بمعناه كل زيت ودين به تعرف في حكم الاوقات زيت الزيتون كان المطب يحرق فيه على الناس حتى امريكا وعلى وقف الوقف الكبير بالنسبه للزيت عرفت بانه هو افضل انواع الزيوت زيت الزيتون ولا يدخل العالم كله يصنع به الادويه وكل شيء داخل هذا الوقت تراجع قال اللي عنده كوليسترول شوف منع بضع قطرات من الخل قطرتين وثلاثه تولي كانك لابس كشف منيح ادي قدام القيمه مش هعمل زي كده يجي في الكوليسترول الضغط ما يخليش يتبعوا هاي انديه فعلا مش هعمل مغرفه حسب زيت شوف المغرفه زيت زيت معاها قدر دي مرتين او كده من هي سامة على يكون خلع عدد كده قدر دي قدر دي مرتين شوية على راس المغرفة على بناء قصير شوية طريقة خراج الخل التفاح ليش؟ قطس قطاع ويوم خل التفاح في السوق حتى ما تم قرارات تباعه فمن هكا زعم هذا فهو من هو أيضا من حبيب ايوه احنا قالوا انهم يستعملوا في الزيت انا قلنا بالنسبه للناس اللي عندها الضغط مرتفع وعنده الكوليسترول الدار ال دي ال قياس الداخلي وقلنا مش هنكون مش هنبو زيت مش هنبو زيت معلش خاطر الزيت يحمينا لان في مضادات اكسده الزيت الزيت مش مقدر على الكبده زيت النبي ايوه صار ده سياسه اذا كان يتخلى يولي احمد درميه مش معروف حتى لو نحكي عن احمد درميه غير مش معروف حتى انا افضل كل مثلا اللي يصير بالضغط شويه هذا اللي لان بتاع الشاي يجي يسخن زيت شويه يصير يتحول جزء منه يطلع لكن انا ربي ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش لا يعرف بشر الا يعرف شيء ولا حتى حاجه كان يعرف مع زيت الشمس زيت الضوء هو مع زيت هذا هو زيت البدر زيت الضوء يكون عندك البيبسة كل عام وقت اللي يصير كده لو خدت البيبسة خلي كل يوم تاخد غير فرق زيت راي من عندك مصدر هي العمر دي اللي بيها رابع اما انت استعملها احيانا يقول له مثلا ما نستعملوش في الليل لا نستعمل في الليل وفي الصباح لان في الليل انتلقت لقد ضربنا مثلا تصير جرحة يعني مش في الدماغ مثلا يصبح الصباح فساعة طويلة مثلا ما يتحركوش ولا يحل علينا سبب الزين ننوى بانه الشفاء إذا يقال زيت الزيتون الدهون الضارة اللي هي الكوليسترول الضار، إيه؟
احنا عندنا زوجين بيصيروا على الدرجة. واحد طار واحد نفع. في التحليل اذا كان قلنا هاي الدية مرتفعة فهو مش باين. واذا لقينا هاي الدية مرتفعة بيبدا. لان هاي الدية اللي حطة من كل سنة بالضبط. هاي الدية. هذا النفع. ايضا يفيد في علاج التشمع الكبد. الكبد وقت اللي يجيها الدهون. الدهون ترسب عليها الكلام بخير تسكر لما في الامتحان. بعدين يقول لي كلمه شمع. وهذه خطيره الكبده ما يلزمهاش تلمس. الكبده هي واحده معك عندنا كبده واحده ما عندناش اثنين. لو كانت مس العين لو قال عين ثانيه كانت مس مثلا مضاد او نوع ثاني كانت مس مثلا كلوه او كلوه ثانيه. روى عنه عن التشهير زاد. ما عدا كبد. ما عدا كبد. عنا 33% من العروق كانت زي ساعة واحد هو قاعد بشر ضربه هون هنا في الاصدار بتاعه. مش معنى ده؟ معنى ده الدم حب يتعدل من هيك العروق ما ينفعش روحه يمشي العروق الثاني. اتعدل بس. رقم من عبد الله. يعني عندنا شاورني التشهير بصوت هكا باش تغطي اعضاء القلب ما تعديش منها وتتسكر تهدية تعدي منها القهر الطيب يسكر تعدي منها ايه ده القهر الطيب؟ الله اكبر ده اللي حصل لك احنا ما خليناش حتى يتكلف نعمل في مقدمة زيت معاه قدرتين من الخلق في مكان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قطرتين من الخل ولا فيها قطرات ما سيش ما عندوش حتى لا مش عارف قال لي مزيد زيت الزيتون قال كل شيء له رضا معقول احنا تو ندهن بالزيت يا اخي احنا باش تربينا كنا نعرف كنا نعرف مسخانا ونعرف جرين والدنيا لا باش خلي الزيت الكل اطليه الكل بالزيت السخان زي ما يعرفوش لا ما عاشوش إذا كان بالمسخرة بالزيت، إذا كان بالمكان بالزيت، كل شيء بالزيت. حتى جرح بالزيت. حتى الطبيب وقت اللي يطلع مش يداوي صغير ولا حاجة، يدور على كل واحد يعمل له فيزيتا. شرطان وقت اللي يطلع للديار إلى آخره. بحكوا الزيت مفيد ياسر. راهو الأحماض الدهنية غير مشبع بتاع الزيت. إذا تقليته ولا مشبع لها. أيوه. إذا تقليل شرب النار كل تشبع. الأحماض الدهنية اللي في الزيت تذوب الكوليسترول الطاقي. هاي تذوب تحت الجلد. هكا الشحمة اللي تحت الجلد تذوب. وقت ده ما لا أكبر الحديث هذا اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به العلماء علماء العالم كله رجعوا ما كانوش يعرفوا يدهنوا بالزيت. وجدوا بان الكوليسترول الضعيف وان مثلا الدهون المشبعة الشحومات الى اخره تذوب بالزيت. او كزيت يذوب زيت. دهن يذوب دهن. شفتوا؟ سبحان الله. ايوه. ما تقولش تو واحد كان ياكل الحاجات راهو يجمع 100 ولا 150 لا مش هذا العمر الا عمره ما تعرفش عليه شي واحد صغير ما يعرف حتى حد شيء حتى ساعتي يتوفى مثلا مش بتاع عمره بقى الخير ولكن واحد يحتاط برا في حياته وقايه ياخذ عمره وقايه برا صح تبدل اما كان عنده كان جاء جنب النوم يقول والله يطلع من ده كم شيء اذا جاء جنب فإذا جاء أجلهم فلا يستأثرون أسهل. كذلك العلاج الوقاية المتصلب بالشرايين. الشرايين تبقى متصلبة وقت يجي فيها الدم القلب يضخم الدم باش يضخم في الشرايين الصغيرة هذه. الشرايين لازم يعمل شرايين يتمضط يتمضط باش يمشي فيه الدم. يتمضط ويمشي في الدم. هكا الوقت يكون الضغط طبيعي. عادي. إذا العرق بدأ يمشي هذا بشكل هذا يعدي الدم هذاك
فهو ضغط مين؟ وإذا كانت قدام ضرب بالعرق هدايا ملقشوه ضغط مرتفع ملقش ملقش هدايا بالعرق المشابعة فهمت؟ هذا فيه ترسبات من داخل هذا فيه ترسبات من داخل والسر وجاء الواحد ما عاش تبطل تقول له وين مشيت ما تحطيت أحد له يقول لك الحجر والسر والدار يقول لك الحجر هيك علاش بالخلف بالخلف حتى تنين ذوبة تجرفها تجرف ما يخليش هذا الزيت مع الخلف هي اللي بتقول ننظف مزيد قل لك ان اذا كانوا لما درسوا بيت ما عادش يكون شو يجي او ضغط الدفع او كيف شيء بالضبط الضغط هي القوه اللي يدفع بها الدم على جدار يعدم كل ما كانت يعدم يتبطل مشاكل هذاك ضغط عادي واذا كان ما حبش يجي هذاك الدفاع هيك علاش مطاطيه يعني الجدار بتاعها مطاطيه خاصة المدخنين هذول. ياخذ ياسر على ذلك أكثر من لازم. تزيد على ذلك. حنا ما نزلش الماء بعد تزيد على التدخين. التدخين شيء كبير معناتها. فوائد زيت الزيتون مع الخل يقوم زيت الزيتون برفع نسبة الدهون حميدة اللي هي هاش دير. نسبة الدهون الحميدة عالية الكثافة هاش دير. ويقلل نسبة الدهون الخبيثة خفيضة الكثافة LDL يزيد من نسبة HDL ينقص من نسبة LDL لأن HDL هو اللي حطم هو اللي حطم حطم يعني ترسبات كمية خفيفة LDL يساعد الخلق الجسم في التخلص من الدهون الضارة بتحويلها إلى مرتب مفيد شوف يستخدم في كمية الطاقة يا عم شيء يخرج برا لا يستخدمه في تولية الطاقة يعد يولي يمتص في الجسم ويعطيه الطاقة تعرف في المادة الدنيا تقعد 13 9000 غير جرام واحد مرض أما خير ولا قاعد الدرس بيسبب لنا مشاكل ارتفاع في الضغط وبدا بخير وراه ثم حاجة أساسية حطوا عليها هو تصل اللحمة تصل الحرب هذا يضر السرطان وخاصة سرطان البروستات لازم نرجع إن شاء الله في محاضرة أخرى نعملها عملتها في وعصيدة بالنسبة للبروستات وكانت هناك درس شيق جدا هم بطلب المرض أنت قالوا لي إحنا كنا كبار ومرضى البروستات أعطينا شوية تمشي حاجات عشان تمشي كذا عملنا الدرس في رابط الأجهزة الموضوع ده بتصل صل أحمد خير من الأبيض أحسن يا سيدي شيء كبير أنا عندي مجموعة من الكتب منها من الصل الصل بالكون والقرآن اكتبادها تبقى كل واحد في ثلاثة نبتة كل نبتة فيها خصائص بتعرف أقول للغاية أقول علاج وشيء صلب الأول صلع مفتوح وكان أقرار من شوية فقط أشوف يحتوي على مغنيسيوم وكتيمة دي من المغنيسيوم وثمن موسيقى الفوسفور الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والكبريت والصوديوم والبوتاسيوم عارف قديش نحن عليه يعني كما أنه غني بالفيتامينات خاصة في تمرين A و B و C ثلاثة عبارة احتواء على مادة الكبريت هي التي تعطي البصل الطعم والرائحة تميز هذا الكبريت كان عايش معك هذا الغاز اللي يطلع في العينين راه مش باين أنا ما عندوش ناس نقول هي الميزان تخرج الدمع هذا يحب مع الغدة المخامية تحدى الغدة الدمعية باش تخرج الدمع باش تخرج المادة هذيك ما هو مش باين على المدى البعيد اذا كان كمية كبيرة ياسر او طباخ مثلا كل يوم يقشر بصل كل يوم يقشر بصل هذا يتعرض يشمل الاضرار في المعدة بالنسبة لبرنا توا احنا اذا بينا اللي عندنا في ديارنا نقول الشيء هذا ينفع
خلي نصلي ما نقشروش قبل نص ساعة في الماء. خلي في الماء لتحت وجهك. لوحة بتاع التغطية هذاك تعمل عليها شو يا خلي؟ خلي حتى نسحب هو هي. يتفاعل مع الخلق ما يخرجش قشر في مكان. ولا تخلي في الفريجو ما تقدرش تخلي لمدة 3 أو 4 دقائق. ما يخرجش البحر. أقول لك حاجة تسأل. ولا ترمي في الماء وبعدين تقشر نص ساعة. ما يفقدش القيمة الغذائية بتاعته. لا ما عنده حاجة شيء ما هي الماكلة زي بتاعة صلمة ما تأثرش على المعدة يعني؟ تأثر. مثلا محاليل، في كتير ثمة محاليل تفرض عليها. هون عندك أكدت دراسة إيطالية أن البصل يقيم عدة أنواع من أمراض السرطان بما في ذلك سرطان الثدي والمني، وأن البالغين الذين تناولوا البصل يوميا وبالإيطال كانوا أقل عرضة لإصابة المرض بنسبة 65%. وقالت مع المدينة تجنب الأطباء. أثبت البحوث العلمية أن البصل يمنع الإصابة بسرطان المعدة وأن تناول الإنسان نصف البصل يوميا يقيه تماما من الإصابة بهذا النوع من السرطان. كل نهار يأكل نصف البصل. نبدأ من اليوم إن شاء الله تفضلوا معي. أنا ما جيت بس تشير الدراسات عن السرطان الأمريكي أن الرجال الذين يتناولون البصل يوميا تنخفض نسبة احتمالات الإصابة بسرطان البروستاتا إلى النصف. سرطان البروستاتا راه التضخم البروستاتا راه النصف كيف؟ صل الحية شوف التضخم ثم تضخم حميد ثم تضخم خبيث. خبيث معناته قصير والحميد هو يسير. من وقت تولي هرمون التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري ينقص بيبقى التضخم من 40 سنة 40% مصابين طول التضخم 50 سنة 50% من الرجال مصابين بالتضخم 60 سنة 60% مصابين بالتضخم في 70 سنة 80% 85% مصابين بالتضخم. هذا التضخم الحميد هذا نجم يجب الطبيب يعمل عملية ونحية عملية كان يكون تضخم في البروسات مع السرطاني ما يجبنا من حد شيء يلا هب حتى ليلة خاطر كان النحية قبل إذا يشعر جسم كله أما أهل نحكي على الضخم الحميد يمشي مع التقدم السن هو الضخم بيصلي يدخل ها بيصلي ما يدخلش بيصلي يدخل مستعمل مستعمل مخلعات حتى بالنسبة لبنتي ده أنا دوا وصلت 70 يعني برا اللي هو وصلت 70 بقينا مع 10 ده صار زي التضخم صار صار الحي مش طيب والتضخم يعني مش يعمل التضخم طبعا الوسائل موجودة تحت مثلا حول الحديد هي وقت الضخم تكبش على الحديد الحديد اللي يخرج النور يبدا الانسان يستبدل مش يحب يقطع بطل ما يجيبش يضغط كل من القدرة ما يجيبش خد ما خمسة كيف ياكل مثلا بعض العشاء ولا الاخير وين يجيب يعني على الاقل يتنفس شوية ما تشوفش من ديال مثلا مش خطورة فيه راه في برشا برشا الناس اللي بقى فيه. اه يقعد في التواليت اكثر من نص ساعه كويس ويجي مثلا من دار النوم مثلا هو يقعد في النوم مش كويس ان شاء الله. ساعات يعمل سلس هو في الجامعه مثلا يعمل سلس في حتى في حد شيء صلاته صحيحه وضوء صحيح كم صلاته ما حدش بيشوف هذا موش من النوم غلط باش يسمى دليل الإنسان اللي يجي الجامعة يعمل كوش خافوا من النزار يبقى خير أنا يسأل أشياء في الدواء الغالب إذا صارت حتى السعودية ساعات النزارية كم من اليوم خاطر فيها الرجل كبير كان
مواد نباتيه مضاده للاكسده. هو دواء ممكن نعالج سوريا حتى على مضادات الاكسده. تعرف الاكسده ايش هي؟ الاكسده هي اتحاد الماده والاكسجين. ايش هي الماده؟ الجلوكوز اللي يدخل الدم بتاعك ولا الدهنيات؟ اتحاد الماده والاكسجين. هيك نسميها الاكسده. فهمت؟ الاكسده وقت اللي تصير في الانسجه بتاعنا في خلايانا داخل الدم هذا تبع وقت يوصل غذاء الخليه يوصل تجاذب الاكسجين يتم تحطيمه اكسدته. ده احنا وقت اللي نحرق شرب نحرق فحما هذيك اسمها اكسده. مش معنى اكسده يعني هذيك ما تمشي الا بوجود ماذا؟ الا بوجود الاكسجين باش تحترق. اكسجين ما تنفع مش يعطيك يعطيك طاقه. مش الطاقه او طيب عليه عملت عليه الشاي ولا طيب عليه الفطور ولا طيب عليه الكنار هذيك بحيث الطاقه حصلت عليه وانت الطاقه نصف جسمك هي هيك بحط لكم على اليسار انها تتخزن في المراكم المسمى تبيع كل مره تشربونها انت تمشي وكلام ولا يركز ديما تاكل خاطر هي تنقص ديما تاكل المجموع معناها الوجبات اللي انا بتاعك في رمضان وقت اللي تنقص وجبه ثم فائده للجهاز الهضمي ثم فائده للدم ثم برشا فوائد لكن ثم اعضاء سياديه تطلب طلب من معناتها لو انا لازم اعطيكم شرط اللي لك بدينا مش عارف احبابي كلهم ايوه توازن السكر في الدم هذا زاد كيف يحبوه برشا برشا كيفاش السكر معناتها يتوازن في الدم وقتاش معناتها الكبد يولي يعمل يعني الكلوجين يحول الى الجلوكوز يمشي معاه كده مثلا كده مثلا انت كريت السكر لكن البعد بين السحور وبين المغرب مسافه كبيره تكون يكون الدم يعني في البدايه فيه السكر قاعد ماشي من الاعضاء قدر اخير الاعضاء سياده طبعا خاصة الدماء. وقت اللي يخلص كل الواحد يموت لا 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 لو عندك الكبد دواء اللي تخزن الجلوكوز بشكل جلوكوجين نشا حيولي الكبد تولي كما في خبز. خبز يعمل نشا او يعني يخزن الجلوكوز في هيئة نشا ولا يخزن الجلوكوز في هيئة جلوكوجين. ولذلك اللي ينظم العملية هي المنقلب هي المعثر تقع تحت المعدة اللي خف شوية تحت المعدة اللي خف مش يعني صار تحت المعدة اللي خف مشي هدية فيها في المونتريال تفرج لو صار اتهام التعب بل لكن مش فيها فيها 3 ملايين جزيرة يقوموا بإفراز المونتريال اللي تحمل الدم السيره اللي
متوليده في المخ هذه تقول لي معاش ما تتصلب تتصلب تقول لي معاش تتعدى بعد الدم فيها لدرجه انه اذا كان الدم يجي بقوه كبيره عليها تجب بعد تصير جلده في المخ ولا طيب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.